وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من عاصمة القطرية الدوحة مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. محمود أطلعنا على الأجواء عندك، خاصة مع فوز السعودية على الأرجنتين وتعادل تونس مع الدنمارك اليوم. مرحب بك أكيد دينا، ومرحب بجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، تحديدا في مدينة اللوسيل، تحديدا في لوسيل بوليفارد، أو يعني أكبر مكان فيه مشجعين، أو أكبر مكان فيه تجمع للمشجعين في الدوحة. طبعا النهاردة شفنا مباريات كثيرة جدا للمنتخبات العربية بعد الأداء السيء للمنتخب القطري في أول مباراة، ولكن المنتخب السعودي النهاردة بيحقق مفاجأة كبيرة جدا جدا، العالم كله بيتكلم عنها، وهو هزيمة المنتخب الأرجنتيني النهاردة. المنتخب السعودي قدم ملحمة كروية في أرض الملعب، وبرضه شفنا الأداء المشرف والقوي جدا جدا من المنتخب التونسي أمام المنتخب الدنماركي. ولكن خليني أحكي لك عن الأجواء، الأجواء هنا أكثر من رائعة. نقدر نقول ان قطر النهارده والدوحه اكتست باللون الاحمر واللون الاخضر، بدايه طبعا من الاخضر السعودي. الصبح جماهير السعوديه توافقت بشكل كبير جدا، نظرا لان الحدود طبعا ما بينها وما بين قطر على حدود مع بعض، ففي جماهير كتيره قوي توافقت النهارده للدوحه بعد المباراه. جماهير السعوديه ملت كل الشوارع وملت كل الفان زونز، وزي ما انتم شايفين هنا في لوسيل بوليفارد المكان كله سعوديين. نفس الكلام برضه رحنا سجلنا قدام الاستاد المدينه التعليميه اللي كانت بتقام فيه مباراه تونس والدنمارك، الجماهير التونسيه سعيده جدا جدا بالاداء اللي كان كويس وكان مشرف للكره العربيه. وطبعا تمنياتنا بكره للمنتخب المغربي ان هو يقدم نفس الاداء ان شاء الله غدا. المنتخب المغربي وهو اخر منتخب عربي في الدور الاول هيلعب مع منتخب الكرواتي القوي جدا جدا، وصيف كاس العالم في 2018. ولكن الاجواء اكثر من جميله واكثر من رائعه، الناس مبسوطه، الجو حلو والمناخ جميل وكل حاجه، ولا استفسار انا معاك يا دينا. صحيح محمود، دلوقتي كمان عندنا مباراه مهمه جدا بين فرنسا واستراليا، وخاصه بعد فوز فرنسا بهدفين مقابل هدف. احكي لي اكثر عن الاجواء الخاطه بهذه المباراه. طبعا المكتوب المرشح الاكبر للفوز بهذه المجموعه هو الفرنسي، بعد كده يعني المنتخب الدنماركي، وايضا يتخاصم المركز الثالث والرابع المنتخب التونسي والمنتخب الاسترالي. ولكن طبعا شوف مشاكل كتير جدا خطرين وقت ده بسبب غياب على الكره الذهبيه. الكلام اثنين في وسط الملعب مهمين جدا جدا جدا، وهم كانتي وبوجبا الاثنين مصابين، ولكن بيعوضهم بلعيب تشاوميني وكامافينجا الاثنين ثنائي نص الملعب بتاع ريال مدريد. فاعتقد ان المنتخب الفرنسي بطل كاس العالم 2018 في طريقه ان هو اكيد يكون موجود في الدور الثاني، ولكن هل المنتخب الفرنسي ممكن يروح بعيد ولا لا؟ ده لسه ما نعرفوش. ولكن عاوز اقول لك ان الجماهير هنا المكسيكيه والارجنتينيه كانوا كتير جدا جدا امبارح واول امبارح، وكان ليهم اجواء وصخب واهازيج، ولكن بعد النتيجه اللي كانتش حلوه للمنتخب الارجنتيني، خصوصا النهارده الجماهير الارجنتينيه كلها اختفت من الميادين بعد ما كانت محتله امبارح سوق واقف، اكثر من 10,000 متفرج كانوا موجودين في سوق واقف. نفس الكلام الجماهير المكسيكيه برضه اختفت بعد الاداء اللي كان النهارده قدام المنتخب البولندي. ناس كثيره كانت متوقعه ان المنتخب المكسيكي يطلع من المجموعه دي، ولكن مفاجات لغايه دلوقتي في المونديال كثيره جدا جدا. ولكن الاجمل والابرز النهارده كان فوز المنتخبات العربيه، فوز المنتخب السعودي وتعادل المنتخب التونسي مع اقوى فريق في المجموعه مع المنتخب الفرنسي هو المنتخب الدنمارك. وتمنياتنا اكيد زي ما قلت لك للمنتخب المغربي اللي عنده مواجهه صعبه جدا مع وصيف بطل العالم ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري من قطر.